الوقت وتصدر هاشتاج بعنوان تزوجني بدون مهر الترند، حيث انتشرت أخبار عن مجموعة من الفتيات اللبنانيات أطلقنا هذه الحملة بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة المرتفعة بسبب هجرات عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش في لبنان، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج. انتشر على السوشيال ميديا مؤخرا صورا لفتيات ذكر أنهم خرجوا بمظاهرة لحملة تزوجني بدون مهر لمحاربة العنوسة. طبعا الحملة لاقت إقبالا من بعض الفتيات في دول مختلفة وعلى رأسها من لبنان ومصر أيضا، وشاركنا في الحملة هذا الهاشتاج، هاشتاج تزوجني بلا مهر أو تزوجني من دون مهر. في الواقع رغم انتشار الحملة ووصول أصدائها إلى مصر وتصدر عناوينها الصحف في مصر، إلا أنه لم يتم في لبنان إطلاق حملة أو حملة تظاهرات كالتي ظهرت في لبنان، ولم تخرج الفتيات في هذه التظاهرات للمطالبة بالزواج من دون مهر. وصور هذه التي تم تداولها لفتيات لبنانيات كانت من خلال تظاهرات في بيروت في تشرين الأول الماضي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية وإسقاط الطبقة السياسية الحاكمة.